يا ابو راشد، ابو راشد ولا يهون الجميع. لا هند. الشهرة قد تكون حميدة وقد تكون ذميمة. صحيح. ولنا اثنين مشهورين، فمحمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، وش نقول عنه؟ عليه افضل الصلاة واتم التسليم. مشهور شهرة في الارض كلها. يا سلام، كل ما نذكره نصلي عليه. اللهم صل وسلم، اللهم صل عليه وسلم. مشهور ثاني في الوجه الاخر المقابل والعياذ بالله، ابليس. صدقت. كل ما نذكره تعود منه، تعودنا منه، وبعضنا يلعنه، ولو انه يقول لك اللعن ما يصلح. صحيح. الافضل انك تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لان اقوى كلمه واعنف كلمه على ابليس ان تقول اعوذ بالله من الشيطان، او تسمي بالله، او تذكر الله. فالإنسان له قدوتين، من اقتدى بالخطأ فهو مع أبليس، ومن اقتدى بالشر بالخير فهو مع محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام، يا سلام. وهذا أكبر قياس يعني. الله يجعلنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين.